معنا من تونس السيد مهياري حمادي المندوب العام لحماية الطفولة. مرحبا بك معنا سيد مهياري. يعني كما استمعنا للتقرير فيه بعض التفاصيل، ما الذي تضيفه عن طرق وكيفية استغلال الأطفال جنسيا عن طريق الإنترنت؟ هي ظاهرة اللي يشهدها العالم وبالطبع تونس، هو في استغلال الأطفال بإمكانية غير مباشرة عبر وسائل الاتصال الحديثة، والتي ساهمت في انتشار عديد الجرائم الجنسية اللي نعتبرها مستحدثة من خلال تصوير الأطفال في وضعيات جنسية عبر صور أو رسوم، سواء كانت حقيقية أو مركبة. المخاطر الاستعمالات هذه هي في مواقع لا أخلاقية، وتحط الأطفال واليافعين خاصة على سلوكيات محفوفة بالمخاطر ومنحرفة ومنافية للأخلاق. كما أن هذه العمليات التي يتعرض لها الأطفال هي ترتقي في بعض الأحيان أو تؤدي إلى أشكال من الاحتيال والتهديد حتى بالابتزاز. ابتزاز نعم. بالابتزاز نعم. كما أن أشكال التحرش الجنسي عبر وسائل الاتصال هذه تتم عادة من خلال ما يسمى بغرف الدردشة أو البريد الإلكتروني. وتشهد كذلك هذه ربما سابقا سيد مهياري، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبحت أقرب وأسهل وسيلة للتواصل. نعم. طيب، أكثر الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الطفل، وخاصة عندما يقع استدراجه، لأن العملية فيها استدراج وفيها لطافة حتى في طريقة الخطاب وحتى في طريقة التخاطب مع الأطفال، وتعتمد كذلك على بالتأكيد هي طرق غير مباشرة يعني. نعم، تعتمد حتى على ما يسمى بالبروفايل المغلوط، يعني أن يتقدم الشخص بصفة أخرى وبجنسية أخرى وحتى بجنس آخر. وللأسف ثم هناك عديد الأشكال من الاستغلال لمفاهيم العنصرية أو الأفكار كذلك المتطرفة المنافية للقيم الإنسانية. ونذكر طيب، دعني أسألك هنا سيد مهياري، لماذا هذه الظاهرة في تزايد مستمر؟ هل بسبب زيادة استخدام الإنترنت على نطاق واسع في دول العالم، أم قصور الحكومات عن مواجهة هذه الهجمات أو زيادة الخصوصية ربما على مواقع التواصل؟ أن الأمر يتجاوز حتى الحكومات والبرمجيات التي يمكن أن تضعها هذه الحكومات أو هذه الدول. احنا في تونس عندنا الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية التي تضع عديد البرمجيات لتوعية ولتحسيس ولنشر ثقافة كيفية استخدام شبكات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتشجيع وتحسيس الأولياء خاصة بإمكانية بالطرق استخدام برامج الاختراق وانتهاك حقوق الملكية أو التعرض إلى الاختراق وحتى الوصول إلى سرقة المعلومات الشخصية. الوعي أكثر على مستوى العائلات، على مستوى مراقبة الأطفال وحظر المواقع غير المرغوب فيها التي يمكن أن يقع التحكم فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت بصفة عامة، ولكن ربما استعمال الهواتف الجوال التي أصبحت تيسر كل إمكانيات الدخول إلى هذه الشبكات وأصبحت متاحة، يعني أصبحت متاحة، وفي هذا العصر الطفل أن يحمل جوال وفيه إنترنت أصبح أمر معتاد ليس كالأجيال السابقة. على كل الأحوال أكتفي بهذه المعلومات، وأشكرك جزيل الشكر السيد مهيار حمادي المندوب العام لحماية الأطفال، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة تونس.